يقول كيف نتعامل منظور شرعي مع قضايا الخيانة التي تقع في البلد، يعني أو المخاطر التي تحيط بالبلد، يعني أو أول شيء أن الإنسان لا يتصرف تصرفات فردية في مثل هذه الأحوال. الأمر الثاني أنه يبلغ إذا رأى شيئا يريب، شيئا يعني يشك فيه، يبلغ عن هذا الأمر. الأمر الثالث أنه يدعو إلى الإصلاح في هذا البلد، يدعو ولي الأمر، وتكون دعوته لولي الأمر تكون يعني السر، يعني دون الإشاعة والإعلان بين الناس. وإذا لم يستطع الوصول فيكلم من يستطيع أن يصل إلى ولي الأمر، يكلمه في هذا الأمر ويحذره من هذه الأمور. الأمر الرابع يدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ هذه البلاد وغيرها من بلاد الإسلام من مثل هذه الأمور. الأمر الخامس أن يكون خفيرا في بلده، أن ينتبه لمثل هذه الأمور، يكون مستعدا حقيقة، يعني فيما إذا وقع شيء أنه كيف يدافع عن نفسه، كيف يدافع عن أهله، كيف يدافع عن بلده. لكن الإثارة والكلام دوانيات وهذا هذا ما أتصور أن له يعني أثر أو قيمة يعني ونفع يذكر، والعلم عند الله جل وعلا.